المسيحية أولا سكاس إمباكي هو كبير هذا أنه احتفلوا بأسبوع يعني بالسنة المسيحية هذا الاسم وصحي جهة الإنسان صاحب جلال الأنسو هو اللي قادر باش تكون الاستغاثة ديال الجزائرية ماشي شي حد صاحب جلال الأنسو هو اللي قادر أنه يعني يكون عيد وطني مؤدى عنه نحتفل به كما غالبا كنا شكرا لصاحب جلال عمي كان أي من أجمل الأيام ديالي أن واحد عارف حفلة العشية جاتني مكالمة هاتفية من صاحب الجلالة اللي بلغني بها أن أخذ القرار باش غادي تكون يوم عيد وطني ديال الأمازيغية لأن الأمازيغيين بغاو يستهلوا هذا العيد صراحة كان من أجمل الأيام ديالي تيمو كنت يعني من قصد هذاك بغيت نسقسي سيدنا غيصو باش غادي ندوزو للتاكسيون قال لي بيان خاطر معاك التليفون سي تو سويت فهذا يعني عمل يعني التاريخ ديال المغرب ما غادي ننساش صاحب جلال الله يصوب وحنا داخل التجمع الوطني الحرام وكنشوف الحمد لله في بلادنا انه ما بقاش احتفالات داخل البيوت ديال يعني السنه الامازيغيه هي احتفالات اليوم ديال المواطنين يعني في الشوارع وفي الاحياء وفي جميع المناطق وفي التنظيمات اللي هي في جميع المدن وهذا شيء ايجابي اللي يمكن يعطينا واحد عطينا تمركز ثقافي اللي هو كبير وهذا يعطينا حتى تنوع سياحي للمستقبل لان يعني العديد من الدول العديد من المواطنين الاجانب يعني من الناس اللي كيعيشوا في بلدان اخرى يهتمون بالثقافة الأمازيغية. النقطة الثانية اليوم أنا موجود معكم ماشي بحال الاجتماعات الأخرى اللي كنستعمل حزب رئيس حزب بعض المرات كان توجه كذلك رئيس ديال الحكومة. اليوم زيد على هاد الجوج أنني منتخب قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.